السلام عليكم، تحية لمتابعي وقراء جريدة هيسبريس. ما عرفت شو تقول والله. شو السؤال؟ وليداتي راهم كل شيء، انا كل ديالهم وديما كنجيب لهم الهدايا، ولان وليداتي وكل واحد كيفرح بالوليدات ديالو بالزوجة ديالو، وانا واحد من الناس اللي يعني كنعيش مع الأسرة ديالي، مع المدام ومع الوليد. الموسيقى فن، الموسيقى ماشي دباز، ماشي كاراتي، ماشي بوكس، الموسيقى فن. خصنا نتباغاو، ما خصناش ندبزو مع بعضياتنا، ما خصناش نبغيو حاجة خايبة الفنانين صحابنا وخوتنا، بالعكس خص واحد يشجع الآخر باش بصح نزيدو بهذه الأغنية المغربية للقدام. ولا بقينا هذا دار هذا ما دارش، هذا هضر فيا هذا قال، ما غنديرو والو. أنا شخصيا ما كنهتمش نهائيا بمسائل بحال هكا. أنا ماشي كنشكر لكم راسي، ولكن يمكن الناس كيعرفوني أنني كنركز على الأغاني، لأنني بصح عندي غيرة على اللهجة المغربية وعلى الأغنية المغربية، والطموح ديالي والحلم ديالي توصل إن شاء الله للعالمية. أنا فرحان بزاف بهاد الشباب اللي بصح كيجتهدوا وبصح ناجحين، كاين مجموعة كبيرة كبيرة ديال الشباب اللي الحمد لله داروا بلاصتهم ونجحوا وداروا أغاني في المستوى. اليوم في المغرب ولا عندنا مارشي، ولات عندنا موسيقى، ولات عندنا صناعة ديال الموسيقى. الأغنية المغربية وصلت للشرق، وصلت للخليج، وصلت للعالم العربي، وهادشي كيشرف. صعيب الواحد يغير يعني كل شيء، وصعيب يبقى شاد في واحد الخيط. إلا بقيت شاد في واحد الخيط واحد النهار يتقطع لك. مي الفنان باش يلقى الستيل ديالو خصو وقت طويل، وانا دوزت وقت طويل تعلمت فيه بزاف ديال الحاجات باش ولا عندي واحد الستيل ديالي، واحد الطريقه ديالي خاصه بيا. كنظن ما غنبدلش طريقتي، لان الوقت بغات، لان باش تسجل البوم فيه 12 ديال الاغاني يعني ريسك، وممكن داك 12 ديال الاغاني ما ينجحوش. وكما كتعرف دابا اليوم صعبت المساله، ما بقاتش بحال شحال هذه، يعني خصك من الاحسن ان الواحد يركز على اغنيه واحده سينجل ويعطي فيها الجهد ديالو، ويتعامل مع الناس اللي غيتعاونوا معاه في الاغنيه باش تقدر ديك الاغنيه تنجح. ولكن باش يدير البوم كامل صعيب يسمعوك الناس في اليوتيوب وانت داير 12 ديال الاغاني ولا 13 ديال الاغاني. كنظن الناس خصهم يسمعوا الاغنيه ديالي، ويسمعوا الاغنيه ديال الفنان واحد اخر، وديال الفنان واحد اخر، يعني الاغاني اللي ناجحين كيسمعوهم الناس. الجديد ديالي اغنيه العنوان ديالها عندك مخالفه، اغنيه من الكلمات ديال محمد المغربي والالحان ديالي والتوزيع ديال بلال افريكانو. اغنيه كانت عتاب بواحد الطريقه مختلفه ديال نقولوا بوليسي مع هذاك اللي دار المخالفه. انا مستعد ندير ديو مع اي فنان، يعني اللي غنكونوا متفاهمين انا وياه ومتفقين على اننا نديروا اغنيه باش تنجح، ماشي غنديروا اغنيه باش غير زعما رحنا هكا درنا ديو، ولا كل عمل زوين وكلمات مكتوبين مزيان واللحن زوين. ماشي ضروري ندير اللحن انا، ما عنديش هذا المشكل نهائيا، ماشي ضروري انا نلحنها، ممكن هو يلحنها او فنان واحد اخر او ملحن واحد اخر، ما عنديش كاع اعتراض على هذه المساله هذه. انا مستعد ندير ديو مع اي فنان. كاين واحد استراتيجيه جديده غادي نمشي عليها انا، هو انني غنكثر بزاف من الاغاني. نقدر كل شهر كل شهرين او كل 3 شهور غنزل سينجل جديد، لان عندي بزاف ديال الاغاني غير منزلين، خصني ننزلهم مزيانه ليا ومزيانه للناس اللي كيتبعوني. كنبغي نقول للناس اللي كيتبعونا شكرا لكم بزاف بزاف على ود كتشجعونا، وبالفضل ديال التشجيع ديالكم ان شاء الله الاغنيه المغربيه غتزيد تزدهر وغتزيد للقدام اكثر من هكا. وشكرا لكم مره واحده اخرى، وشكرا بزاف لجريده هيسبريس.